استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي صباح اليوم الفريق سير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث قدم لسموه الفريق طيار سامي سامسونج الذي سيتولى مهام منصبه خلفا له. وفي بداية اللقاء رحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، حيث أشاد سموه بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين مملكة البحرين مع المملكة المتحدة الصديقة. وعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الفريق سير جون لوريمير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، متمنيا سموه للفريق طيار سامسونج التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة. كما أشاد سموه بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة على المستوى الدولي في حفظ الأمن والسلم العالمي. حضر اللقاء المقدم بحري بول وينسر الملحق العسكري البريطاني في مملكة البحرين والوفد المرافق.